بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أكمل لنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى فيه القبول والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أول سابق إلى الخيرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام، فإنها تطوى من أعمارنا وتخزن فيها أعمالنا، فلننظر ماذا أودعنا فيها، فإن كان خيرا فلنحمد الله ولنتمم بخير، وإن كنا غير ذلك فإن باب التوبة مفتوح، فعلينا بالتوبة، إنما الأعمال بالخواتيم. عباد الله، إن هذا الشهر شهر عظيم مبارك، قد مر بنا وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه خيرات وفيه مبرات، وهو موسم لأهل الخير تسابقون فيه بالطاعات، وموسم لأهل الذنوب بأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويختموا بخير. إن عمل المسلم لا ينتهي بوقت إلا بالموت، قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فانظروا ماذا قدمتم لأنفسكم، فمن كان قدم خيرا فليحمد الله وليتمم بخير، ومن كان غير ذلك فليتب إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في الحديث. فالحمد لله، الله جل وعلا لم يدع لنا عذرا، فإن نحن قصرنا فإنما ذلك من قبل أنفسنا، فلا أحد يلوم إلا نفسه. ولكن لا تيأسوا من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فعلى المسلم أن ينظر في نفسه وفي عمله، ويعتبر في أيامه، ويتذكر قرب أجله، فيستعد لذلك بأكمل ما يمكنه من العدة، وهي ميسورة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا الشهر يختم بأعمال جليلة، يختم هذا الشهر بالتوبة والاستغفار والإكثار من التوبة بقلب حاضر وقصد لها. ليست التوبة باللسان فقط، وإنما التوبة تكون باللسان
وتكون بالقلب وتكون بإصلاح العمل. فإن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا تاب إليه العبد قبله وأكرمه، والله جل وعلا يفرح بتوبتنا أشد مما يفرح به من فقد راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، فجلس أو اضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا براحلته فوق رأسه فيأخذ بزمامها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله ليس بحاجة إلينا ولا إلى توبتنا، وإنما نحن المحتاجون إلى الله سبحانه، والله يحب لنا الخير ويحب لنا الجنة ويحب لنا الجزاء الحسن. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى المسلم أن يتذكر أعماله، يستحضر أحواله، ويبادر بالأمر قبل أن يفوت. فإن الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم وحضره الموت لن تقبل توبته، وإلا فكل يتوب في تلك الساعة، ولكن لا تنفع التوبة لأنه انتهى وقتها وأغلق بابها. فلنبادر يا عباد الله إلى التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن هذا الشهر يتبع بالاستغفار والتوبة إلى الله والخوف من سوء العاقبة والخوف أن ترد أعمالنا علينا بعدما تعبنا فيها، لأن نياتنا فيها غير مستقيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن هذا الشهر يختم بالتكبير، قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن هذا الشهر يختم بإخراج صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي صاع من الطعام مما يؤكل في البلد، صاع من الطعام بالصاع النبوي، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار، صاع من الطعام، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من الأقط، صاع من الزبيب، وذلك باعتبار اختلاف أقوات الناس، فكل يخرج من القوت الذي يقتات به في بلده. فأخرجوا صدقة الفطر من طيبات ما تكتسبون من أموالكم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومقدارها بالصاع النبوي صاع
وهو 3 كيلو تقريبا في الوقت الحاضر، 3 كيلو تقريبا في الوقت الحاضر. أخرجوها قبل صلاة العيد إذا ثبت هلال شوال، فإنها تخرج بعد ثبوت الهلال إلى أن يخرج المصلون لصلاة العيد، فلا تتعدى هذا الوقت. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، بادروا بإخراجها، أعطوها للفقراء والمحتاجين، فإنها قربة عند الله سبحانه وتعالى. يختم هذا الشهر ويتبع بصلاة العيد، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يخرج المسلمون إلى المصلى من جميع البلد، وإذا تعددت الحارات وتباعدت فلا بأس أن تتعدد المصليات بحسب الحاجة. وكذلك إذا صعب الخروج إلى الصحراء فإنهم يصلون في الجوامع، كل يصلي في الجامع الذي حوله، ولكن مهما أمكن الخروج إلى الصحراء فهو أفضل. يبرز المسلمون في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويحمدونه ويشكرونه، فيصلون صلاة العيد شكرا لله سبحانه وتعالى، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يتبع هذا الشهر بصيام 6 أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني كأنما صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ف3 الأيام عن 3 أشهر لمن، ف6 الأيام عن 6 أشهر لمن تقبل الله منه عمله. فصوموها متفرقة أو متتابعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، صوموها فإنها سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بأس بإظهار الفرح والسرور وإظهار الإفطار والأكل مما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن من غير ارتكاب مآثم، من غير ارتكاب مآثم في احتفالات يكون فيها معاصي وتضييع للصلوات وغفلة عن ذكر الله عز وجل. فليتنبه المسلمون لذلك، وليعظموا شهرهم ويشكروا ربهم الذي مكنهم من صيام هذا الشهر وأتمه عليهم، يشكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسألونه القبول. كان السلف الصالح يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه وصاموه سألوا الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين سائر الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال، إنه جواد كريم. وهذا الشهر قد انتهى على ما أودعتموه، وهو شاهد لكم عند الله سبحانه وتعالى بما أودعتموه، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله وليستمر على ذلك،
ومن كان أساء أو غفل في هذا الشهر فليبادر بالتوبة قبل فوات وقتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إن شهر رمضان إنما هو معود على فعل الخير وحبس عن الذنوب والمعاصي والسيئات، فهو مدرب على فعل الخيرات وهو مدرب على ترك المحرمات. وليس العمل مقصورا على هذا الشهر، فالمسلم يداوم على عمل الخير في كل أيامه وحياته، وإنما هذا الشهر زيادة تفضل الله بها على المسلم، زيادة في عمله. فعلى المسلم أن يداوم على الخير. من كان في هذا الشهر قد تاب إلى الله، من كان في هذا الشهر اعتاد الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها فليداوم على ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من كان اعتاد على قيام الليل فليجعل له نصيبا في كل السنة وفي كل حياته من قيام الليل يداوم عليها ولو كانت قليلة، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فليداوم على ذلك. من تعود في هذا الشهر كف لسانه عن اللغو والرفث وقول الزور فليمسكه في سائر أيامه، فإنما هذا الشهر مدرب على فعل الخير وزيادة في عمر المسلم وزيادة في حسناته وجزائه عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينتهي الخير بانتهاء هذا الشهر. قيل لبعض السلف إن بعضا من الناس يجتهدون في شهر رمضان، فإذا انتهى شهر رمضان عادوا إلى حالتهم من التقصير. قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فعلينا أن نداوم على ما اعتدناه في هذا الشهر من فعل الخيرات والكف عما حرم الله سبحانه وتعالى، فإنما هي أيام قليلة ثم تطوى الصحائف وينتهي الأجل ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين
الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا على عبادك، أخرجوهم من ديارهم ودمروا بيوتهم وشردوهم وقتلوا كثيرا منهم. اللهم أدر عليهم الدائرة، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمر الكفرة، اللهم دمر الظلمة والجبابرة والطغاة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين، وانتقم من أعدائك الكافرين والمشركين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مستقرة. اللهم احمها من كل سوء وفتنة، ومن كل بلاء ومحنة. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.